مساء الخير لك ولكل من التحق بنا اللحظة. بالفعل نحن متواجدون هنا في تركيا وبالذات في اسطنبول من أجل متابعة قضية غزة والقضية الفلسطينية التي تعد مبدأ من مبادئ التي تدافع عنها الجزائر. نتابع أيضا قافلة الأسطول البحري لكسر الحصار على غزة من مفترض تنطلق بعد غد الثلاثاء إن شاء الله. ولأكثر تفاصيل حول القضية سيكون معي نائب البرلماني يوسف عجيسة، نائب رئيس المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وإغاثة غزة، وأيضا رئيس مكتب التعاون بجمعية الإرشاد والإصلاح الأستاذ محمد قاضي. خلينا نبدأ معك أستاذ يوسف، مبادرة جزائرية من أجل كسر الحصار على إخواننا في قطاع غزة، أكثر تفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك والقناة وهذه المشاركة الطيبة على متن أسطول الحرية ضمن المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وإغاثة غزة. نحن الوفد الجزائري وصل البارحة بفضل الله عز وجل، وهو على أتم الاستعداد من أجل المشاركة في انطلاق هذه السفن إلى قطاع غزة. كما تعلم المبادرة الجزائرية تم تأسيسها من أجل تسيير سفن إلى قطاع غزة تحمل الإغاثة وتحمل الأحرار من أجل كسر الحصار الظالم والغير أخلاقي والغير إنساني المفروض على قطاع غزة أكثر من 17 سنة. بفضل الله عز وجل كانت كل الترتيبات اللوجستية حاضرة وجاهزة، وكان المفروض أن تنطلق هذه السفن من الثاني من أيام العيد الفطر المبارك، ولكن تأجلت إلى الغد بإذن الله يوم 21. ونحن على استعداد تام، الجزائر مشاركة بهذا الوفد الذي فيه كل أطياف الجزائر من شخصيات اعتبارية، سياسيين، برلمانيين، دعاة، علماء، صحفيين وأمثالكم الذين سوف يكونون نشطاء في القضية الفلسطينية. وأبرز من ذلك هي مؤسسات جزائرية عاملة للقضية الفلسطينية وناشطة في القضية الفلسطينية ولها باع طويل في العمل الإغاثي، هي أيضا مشاركة ومؤسسة لهذه المبادرة. هذه المبادرة كما قلت وهذا الوفد الذي جاء من أجل كسر الحصار الظالم كما قلت على إخواننا في قطاع غزة، تسيير سفن عن طريق البحر بعد أن أغلقت كل المنافذ البرية، معبر رفح، معابر أخرى أغلقها الكيان الصهيوني، إغاثة متواجدة وبكثرة أمام معبر رفح ولكن منع إدخالها إلى قطاع غزة الذي تعرض لهذه الحرب الإبادة الجماعية التعليمية والإنسانية وغير ذلك، وأيضا تعرض إلى الجوع والتجميع خاصة في شمال قطاع غزة. فكانت هذه المبادرة من أحرار العالم حتى نسير هذه السفن الإغاثية إلى إخواننا في قطاع غزة. أستاذ يوسف عجيزة، ربما الوفد يتكون من 30 دولة من بين الجزائر، دائما الجزائر لها مواقف وتعد القضية مبدأ من مبادئها الأساسية. حقيقة موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية موقف مبدئي وتاريخي ولا يتغير أبدا، نحن مع هذا الشعب، ودليل ما تقوم به دبلوماسيتنا في مجلس الأمن من خلال مشاريع القرارات، وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، وكذلك المشروع الأخير وهو الاعتراف بدولة فلسطين كعضو دائم في هيئة المتحدة. الجزائر سوف تبقى تناضل من أجل هذه القضية، الجزائر بشعبها، بجمعياتها، بحكومتها، بدبلوماسيها سوف تظل تناضل من أجل القضية الفلسطينية. نحن ضمن هذا الوفد الدولي الكبير في أكثر من 25 دولة ممثلة من الغرب، من أمريكا، من العرب المسلمين، من شرق آسيا، الكل متضامن والكل متفق على أنه لا بد من كسر هذا الحصار، لا بد من توقيف هذه الحرب التي تقوم الآن في قطاع غزة، لا بد من إيصال المساعدات التي منع منها الشعب الفلسطيني والشعب الغزاوي. لذلك تنادى هؤلاء الجميع فيما بينهم ضمن تحالف أسطول الحرية، اللجنة الدولية لكسر الحصار، أيضا مؤسسة إيهاها التركية وهي مؤسسة كبيرة ولها أيضا إضافة كبيرة من أجل اقتناء السفن وتحضير الأمور اللوجستية من أجل انطلاق هذه السفن بإذن الله، التي في الحقيقة ثلاث سفن، يعني سفينة كبيرة من أجل حمل المساعدات بقيمة بحمل 5000 طن، وأيضا سفينتين كبيرتين لحمل الركاب، واحدة ب1000 راكب والثانية ب200 راكب. التمسنا منكم ربما تحدي ظروف، خاصة أن نشوف أنه حتى الأجواء يعني مشحونة ربما، وأنه أيضا جيش الاحتلال لن يكون سيكون له رد حتى ولو كان عن طريق الاستفزازات. والله الاستفزازات انطلقت قبل أن تنطلق هذه السفينة وهذه السفن، الآن فيه استفزازات كثيرة وفيه تحركات دولية كثيرة عن طريق أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني من أجل العمل على عرقلة هذه السفن وعلى عدم انطلاقها من موانئ إسطنبول وكذلك الموانئ الأوروبية، ولكن نحن عازمون وعقدنا العزم
على أننا سوف ننطلق بإذن الله، لأنه دماء إخواننا ليست يعني لابد من إيقاف حمام الدم، وليست رخيصة. وما يتعرضه إخواننا في قطاع غزة، والذين هم بالمناسبة لا يدافعون عن الأرض فقط ولكن عن مقدسات الأمة وعن المسجد الأقصى. هناك أحرار العالم ليسوا بعرب ولا مسلمين، وهم معاقدون العزم ومستمرون في هذا البذل، فما بالك بالمسلمين والعرب الذين هي عقيدتهم وجزء من عقيدتهم هذه القضية الفلسطينية. بارك الله فيك أستاذ عزيز. إذا يحضر معي أيضا أستاذ محمد قاضي، ربما مسار طويل لجمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية في الإغاثة، ربما اليوم وجهة أخرى وهي قطاع غزة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذا الحضور والمشاركة في عمل إنساني وفي مسار من مسارات الدعم والمساندة لإهلنا في قطاع غزة. اليوم بعد 7 أشهر من الحرب الشنعاء، الحرب شلال الدم الذي نراه ونشاهده دائما، جمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية ككل المؤسسات والمنظمات الجزائرية العاملة والخادمة للقضية الفلسطينية كانت ولا زالت وستبقى دائما مع القضية الفلسطينية، دأبها دأب الدولة الجزائرية ودأب الدبلوماسية الجزائرية التي دائما مشرفة في هذه القضايا وفي كل القضايا العادلة. مصرنا في العمل لفلسطين لم يبدأ مع طوفان الأقصى، وإنما كان عمل منذ 45 سنة، وجمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية تعمل للقضية الفلسطينية. في المرحلة هذه الأخيرة كان فيه مسار للعمل، المسار الأول هو مسار تسيير المساعدات من الجزائر عبر الخط الذي فتحته الدولة الجزائرية من الجزائر إلى مطار العريش وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. المسار الثاني هو يعني التنسيق مع المؤسسات المجتمعية اللي كانت واللي ما زلنا نعمل معها داخل قطاع غزة، واللي بحمد الله عز وجل خير الجزائريين شفناه يعني طيلة 7 أشهر هذه، وشفنا يعني الهبة الكبيرة اللي قام بها الشعب الجزائري وتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، ولا زالت المشاريع يعني تسير وتنفذ على أرض قطاع غزة. المسار الثالث اللي نحن فيه الآن هو مسار كسر الحصار البحري عن طريق أسطول الحرية. هذا الأسطول اللي يحمل المساعدات في أكثر من 5000 طن من المساعدات الإنسانية المختلفة والعاجلة اللي يحتاجها اليوم أهلنا في قطاع غزة. نشطاء من مختلف قارات العالم يشاركون في هذا الأسطول. الجزائر كانت كما قلت لك كانت حاضرة في كل المسارات دعم القضية الفلسطينية، لم تكن غائبة في هذا المسار، وبحمد الله عز وجل بسياسيين ورؤساء منظمات خيرية وكذلك علماء ودعاة ونشطاء في العمل الإنساني والعمل التضامني وكذلك إعلاميين، هذا يدل على شيء إعلامي يدل على أن الجزائر في قلب القضية الفلسطينية وفلسطين في قلب الجزائر، وهذا يعني مسار من المسارات اللي يقوم به المنظمات الخيرية في الجزائر. وما شفنا أيضا تسهيلات كبيرة من طرف الدول الجزائرية وحتى من قيادات الجيش بتجهيز طائرات عسكرية لنقل المساعدات. نعم، احنا يعني لو نحكي على المسار الاول هذا اللي كان فيه مسار التعاون ومسار استلام المساعدات من الجزائر، كانت هبة كبيرة من المجتمع المدني الجزائري، وكانت هناك كذلك تسهيلات بالدولة الجزائرية، بحيث تم يعني من الايام الاولى، ويمكن الجزائر كانت هي الدولة الاولى اللي قدمت المساعدات وفتحت الخط الجوي، وكانت ارسال المساعدات في الايام الاولى شهر اكتوبر، بعدها وتوصلت هذه المساعدات في سنة 2024. ولما نشوفوا مثلا يعني اخر شيء الاحصائيات اللي حطتها الحكومة الفلسطينية، لما نزلوا قائمة الدول المساعدة والمساندة للقضية الفلسطينية وخاصة في غزة، كانت الجزائر هي رقم واحد، وهذا يدل شيء كما قلنا، فهو يدل على انه الجزائر دائما كانت مع القضية الفلسطينية شعبا وحكومة ودبلوماسية. بارك الله فيك استاذ محمد. اذا كل هذه التفاصيل وصفناها لكم هنا من اسطنبول، سنبقى نوافي جمهورنا الكريم باكثر تفاصيل في الساعات اللاحقة ان شاء الله.